وشوشة. الفكرة ان انا هيبقى معايا مخرج تاني صديق، بس الوقت بتاعنا ما سمحش، انا كنت لازم انزل في وقت معين وهو كان مسافر، فده مش اخراجي انا لوحدي، كان اخراجي مع المخرج احمد ادري. ده اشتغلنا في كذا حاجة مع بعض، اخرج لي كذا كذا كليب من بتوعي، ودي عشان كنا شاركنا في الرؤية، وانا برضو دي كان ليا رؤية معينة عايز اطلعها في الموضوع، فاحنا مع بعض اتفقنا نشتغل فيها مع بعض، فكان تعاون مشترك في الاخراج ما بيني وما بين احمد ادري. انا كل فترة يعني كل اغنية بحاول دايما اشوف مين المطرب او المطربة اللي هيمشي مع الاغنية. انا الفترة اللي فاتت كنت عايز اركز اكتر على المواهب الجديدة اللي ممكن الناس ما سمعتهاش قبل كده، فميرال من الناس اللي انا وقعت عليها على السوشيال ميديا بالصدفة، شفت الفيديوهات بتاعتها وعجبني الستايل بتاعها في الغنى وطبعا موهبتها الفطرية، فبس فاتكلمنا من سنة، وأول ما رجعت بقى عاشت في مصر اتقابلنا ولقيتها أكتر واحدة صالحة أنها تغني الأغنية، وسجلنا وصورنا على طول. يعني أنا كل كليب أو أغنية بقى ليها فكرة معينة، فمش عارف حسب الفكرة تبقى عاملة إزاي. أنا هنا كنت عايز أبين فكرة الانطلاق، فمطلع اتنين مع بعض، أنت مش عارف يعني هي مش أنت متفقش فاهمة دي الاتنين بينهم علاقة رومانسية ولا هم أصدقاء ولا متربين مع بعض ولا اتنين منطلقين. احنا حتى في الأول كنا مصورين مبينين دول أطفال اتقابلوا في جنينة أطفال زمان ولونوا اللي هو الفان الفولكس فاجن اللي طالع في الكليب، بس شلناها قلنا هننزلها بعدين لوحدها كأنها من المشاهد الكواليس يعني، فده كان الغرض. بس لا طبعا مع يعني كل كليب هيبقى ليه فكرته، بيبقى حسب بقى الفكره نفسها هتبقى عامله ازاي. يعني مش لازم، بالعكس انا مش لازم اطلع في كل كليب، انا ممكن يبقى فيه اصلا حدث تاني شغال انا مش موجود. يعني انا كان عاجبني فكره ان ازاي نكتب باللغه العربيه الفصحى رساله بسيطه تتغنى بسلاسه وتوصل باحساس ميرال، مع ايقاع غربي واصوات الكترونيك زي استخدام حتى العود مديله ايفكتس الكترونيك، فكان عاجبني فكره المزج ما بين النوعين دول، والحمد لله الناس تقبلتها جدا يعني، فالحمد لله. بتميل اكتر لاي لون، الشرقي ولا الغربي؟ لا انا برضو انا حسب الحاله، انا بالنسبه لي بحب كل مره اجرب حاجه جديده، حتى لما بستخدم أصوات وأرتام غربي بحب دايما يبقى فيه حتة طبعا ليها دعوة بالأصوات بتاعتنا الشرقي، لأن دي بصمتنا يعني، دي اللي بنحاول، دي اللي محتاجين نسمعها للعالم يعني. طول ما فيش مغامرة وشغف يبقى الواحد هيبقى بيعمل حاجة اتعملت قبل كده، حتى لو فشلت هو لازم الواحد يجرب. أنا بحب المدرسة دي لأنها كل مرة بتخليني دايما أحس إن كأني بادئ من الصفر ومش عارف اللي جاي ده هينجح ولا هيفشل، فبتخليكي دايما عايزة تجربي حاجة جديدة، تكتشفي موهبة جديدة، تجربي حتى لو هلعب لايف بأوركسترا ازاي تطلعي الموضوع شكله جديد. ده مهم دايما ان يبقى اي مبدع دايما عنده حتة الشغف انه يعمل حاجة جديدة، ولازم يبقى خايف ومغامر فيها، يا اما هيبقى بيكرر حاجة اتعملت قبل كده. طب ممكن نشوفك في لون شعبي مثلا ولا صعب؟ يعني مختلفة خالص. انا عملت يعني عملت حاجه من سنه، بس هي ممكن عشان كان طالع بشكل اعلان الناس يعني سمعته في اطار الاعلان، بس كنت عامل حاجه مع المطرب وائل الفاشني، كانت شعبي معموله في مولد النبي، وكانت معموله برضو مع ايقاع غربي ومزيج مختلف ما بين المزمار والايقاعات الغربيه والفانك والحاجات دي، فدي كانت تجربه بالعكس مبسوط بيها جدا يعني. طبعا ده من الناس اللي اي حد بيحب الموسيقى هيبقى بالنسبة له ده ايقونة كبيرة، وهو من الناس اللي الهمتني زمان طبعا وانا في الجامعة وبحاول اقلف او ان انا اعبر عن موهبتي الموسيقية. فطبعا لما دخلت في المجال وبعد فترة جات لي فرصة ان انا اتعاون معاه في عمل، ده كانت طبعا بالنسبة لي حاجة مهمة جدا 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 يعني. لا هو مفيش اسم محدد، بس لا هو كتير طبعا يعني. انا ممكن اقول ان كل زي ما قلت كل عمل ليه لون ببقى بدور عليه. مطربه مثلا معينه نفسك صوتها يتحط على الموسيقى اللي حضرتك بتقدمها في كده؟ لا في، بس يعني في مطربين جداد طالعين، و
سؤال صعب يعني. يعني الفترة الجاية دي هبقى مركز في ان اقرر تجربة ان انا اتعاون مع مواهب جديدة، لان في مواهب كتيرة جدا في بلدنا يعني وفي محافظات مختلفة محتاجة صوتها يوصل. فان شاء الله نتعاون في حاجات دي، هتبقى تركيز الفترة الجاية تطليع المواهب. لسه ان انا هم مش عارفين لسه، يعني احنا لسه دلوقتي بنكتشف مين اللي احنا نتعاون معاه الحاجه الجايه. والحاجه الثانيه برضو مركز فيها هو ان ازاي ناخد الشو بتاعنا بره مصر بقى اكتر. في البوم جديد موسيقي ولا ده شغال عليه؟ بس ده يعني الالبوم الموسيقى بالذات ما بطلعوش غير لما ابقى خلاص المقطوعات كامله وانا راضي عنها وحاسس ان الرؤيه مكتمله، فانا شغال كده كده فيها بجانب المشاريع الثانيه. ممكن طبعا 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 لا يحصل في خطه يعني ولا لسه ما فيش؟ لا يعني انا ميرال من الناس الموهوبه جدا ومن الناس اللي فعلا حابه الموسيقى، وفي فرق ان يبقى فنان حابب الموسيقى او الفن والابداع عشان الفن والابداع، وفي فرق بين فنان عايز حابب عشان الشهره. فهي عندها الحته ان هي حابه الموضوع ده وفاهمه ان الشهره دي بتيجي بعدين لو انت حابب الموضوع ده. فانا ان شاء الله انا شغال مع ميرال الفتره الجايه في ان هي نلاقي اللون اللي هي طبعا حاسه ان ده اللون بتاعها، ولا هيبقى في تعاونات اكيد ان شاء الله يعني. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.